الحين وارجع الى النجف حيث الكثير من هذه الاسره في خرم شهر مقيم هناك. وفي العام 49 استوطن البحرين فارخت استيطانه بقولي في اخر مقطوعه من الشعر: لم استفق حتى دعا تاريخه قمر بزر. عام 1349 ولما ابرز رسالته القيمه في المراه ارانيها قبل الطباعه فارختها بقولي في مقطوعه اخرى من الشعر ايضا: رسالة النسوان لما أتى تاريخها بلاغ أمر مبين. ولما ألحقها بأول حلقة من كتابه أحسن الحديث أرثتها أيضا بقوله: فهي كما كرر تاريخها قد جددت في فقه أهل الحديث. وألحقها بالثاني أرثتها أيضا بقوله: أما تظلام الجهل مصباح علمه وتاريخه. يمكن أن تقدم الداعية وسائل ناجحة في الوصول إلى الهدف الرسالي من علم اجتماع وعلم نفس وخبرة اجتماعية وتجارب عملية. كان يرى رحمه الله كل شيئا ضروريا لأن يتوفر عند العاملين في سبيل الله. هذه شجاعة نفسية فرع لها أن نجد الشخص شجاعا في مواقفه الاجتماعية. ولقد كان من مواقف الشيخ المشهورة ما يدل بوضوح على توفره الكبير على هذا الشخص الذي لا غنى لأي داعية عنه، وهو شخص الشجاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام على الأفاضل جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأجلاء، كلنا اجتمعنا في هذا المحل الشريف لنؤدي واجبنا تجاه فقيدنا الغالي الراحل العظيم حجة الإسلام العلامة الورع المغفور للشيخ باكر نبي الشيخ أحمد العصفور، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. الهداية إن أصيب درب الهدى في النيل واليد، يا باكر كم بقرت العلم واتضحت لنا غوامره في حيز الكتب. تبكيك أسفارك الغر التي انتشرت ما بيننا تنعاك للوعظ والإرشاد والخطب. يبكي اليراع يمينا طالما غربت يأخذ إلى طريق العبودية له جل وعلا. وقضية المبدأ والمعاد في حقيقتها هي أخطر قضية، ومهما حاولت المدارس المادية في تفسير عملية الموت أو واقعة الموت وتخفيفها على نفوس البشر من جعلها صاحها، نحن صاح قف عند كل مطلع شمس لترى الراحلين من كل جنس. هذه سنة الحياة، وجود وفناء ولوعة وتأسي. قد مضى يوم أنس كالطيف حقا، وستمضي أيام ما بعد أمس. هكذا تنقضي الحياة وكل الخلق فيها ما بين سيف وقوس. إنما نحن في الحياة كظل أو كريح تغب آنا فترسي.
صاح ليل الحياة جد قصير، يأتي كالصبح مشرقا ثم يمسي، عيشة ملؤها الهموم، وهل في عيشة الدهر غير سخط وبؤس؟ نحن والدهر في صراع عنيف، ليت شعري أين الزمان المؤسي. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولمعنا الأقارب بكر النعي بفقده فتزلزلت، بكر النعي بفقده فتزلزلت أركان أهل الفضل والإرشاد، وكذا المنون يبيد كل معظم ويهز للسامي من الأقواد. فغدا الخليج فغدا أكبر هادي مداد، بدر العشيرة من سما في فضله، بدر العشيرة من سما في فضله، فرق السماء وواحد رزء به الحزن في الأعماق يضطرم، رزء به الحزن في الأعماق يضطرم، عذرا إذا ضاق عن تطويره الكلم. وكيف أطيع تصويرا لفاجعة قد لف للعلم فيها والهدى علم؟ رزء به قد خسرنا عالما ثبتت بهامة العلم والعليا له قدم، غزا العقول وغزا للنفوس بما ألقاه مقوله أو خطه القلم. ما بين حلقات در قد أحاط بها الأعناق وانبعثت في ظلها الهمم، وروضة من حديث الناس أحسنه ضمت فتاوى هداة قولهم حكم. وسفر حق رزء به الحزن في الأعماق يضطرم، عذرا إذا ضاق عن تصويره الكلم. وكيف أطيع تصويرا لفاجعة قد لف للعلم فيها والهدى علم؟ رزء به قد خسرنا عالما ثبتت بهامة العلم والعليا له قدم، غزا العقول وغزا للنفوس بما ألقاه مقوله أو خطه القلم. ما بين حلقات در قد أحاط بها الأعناق وانبعثت في ظلها الهمم، وروضة من حديث الناس أحسنه ضمت فتاوى هداة قولهم حكم. وسفر حق دروب الخير يسفرها إلى المسافر والأحكام ينتظم، لذاك ألهم رب العرش والده اسما مسمى منه الجهل ينهزم، سماه باقر إلهاما فكان فتى بالبقر للعلم والتحقيق يتسم، لذاك في فقده جلت خسارتنا فالصف منسلم والظهر منقسم. لمن رفعوا للعلم فيها صروحا ليس تنهدم، نوريت في القلب لا في القدر يا علم، وغسلتك دموع فاضها الألم، أضأت بطن الثرى لكن أربعنا ملثرت عنها غشاها الحزن والظلم، زهدت في العمر الفاني دحل. إن نحن جينا
إلى التأدين يدفعنا التعظيم للعلم والإسلام والألم. فلنعطي للعلم والإسلام حقهما نصرا، لنغنم ما الأنصار قد غنموا، ولنشج بالبدع النكراء باسمهما، تأتي بها فئة زلت بها القدم. الدين أسمى مكانا من مظاهر لا تحكي الحقائق، إذ بالكذب تتسم. والعلم أرفع مما باسمه اقترفت أيد، بها تهدم الأخلاق والقيم. الدين يطرأ من ظلم يلبس ثوب الدين، فالدين فيه الظلم ينهدم. والدين يطرأ من نهج يعنون باسم الدين، فيه بناة الدين تهتضم. والعلم يبرأ من عيد يباح به باسمه الرقص والأوتار والنغم. والعلم أشرف من عرض المفاتن في حفل يقام من الجنسين يلتئم. الدين والعلم منهاج بظلهما تبنى الحياة وتسمو فيهما الأمم. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أيها السادة الأجلاء وأصحاب الفضيلة العظماء والأعيان، أول معرفتي بالفقيد العزيز فقيد الإسلام والمسلمين الشيخ باكر بن الشيخ أحمد آل عصفور، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، عام 46 هجرية بواسطة المرحوم الحاج محسن بن الحاج علي بن زبر، حيث كان يرتاد البحرين ويرجع إلى النجف أو المحمرة والرمشة، حيث كان يرتاد البحرين ويرجع إلى النجف، حيث الكثير من هذه الأسرة في الرمشة مقيم هناك. وفي العام 49 استوطن البحرين، فأرخت استيطانه بقولي في آخر مقطوعة من الشعر: لم أستفق حتى دعا تاريخه قمر بزر. عام 1349، ولما أبرز رسالته القيمة في المرأة أرانيها قبل الطباعة، فأرختها بقولي في مقطوعة أخرى من الشعر أيضا: رسالة النسوان لما أتى تاريخها بلاغ أمر مبين. ولما ألحقها بأول حلقة من كتابه أحسن الحديث، أرختها أيضا بقولي: فهي كما قرر تاريخها قد جددت في فقه أهل الحديث. وألحقها بالثاني، أرقتها أيضا بقولي: أما تظلان الجهل مصباح علمه وتاريخه يمكن أن تخدم الداعية. الرسالة من علم اجتماع وعلم نفس وخبرة اجتماعية وتجارب عملية، كان يرى رحمه الله كل ذلك شيئا ويتوفر عند العاملين في سبيل الله. هذه شجاعة نفسية، فرع لها أن نجد الشخص شجاعا في مواقفه الاجتماعية. ولقد كان من مواقف الشيخ المشهورة ما يدل بوضوح على توفره الكبير على هذا الشرط الذي لا غنى لأي داعية عنه، وهو شرط الشجاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على رسول الله محمد بن عبد الله وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم أيها السادة الأفاضل جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأجلاء، كلنا اجتمعنا في هذا المحل الشريف لنؤدي واجبنا تجاه فقيدنا الغالي الراحل العظيم حجة الإسلام العلامة الورع المغفور للشيخ باكر بن الشيخ أحمد آل عصفور، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. الهداية إن أصيب درب الهدى بالنيل واليد، يا باقر كم بقرت العلم واتضحت
لنا غوامره في حيز تبكيك أسفارك الغر التي انتشرت ما بيننا صنعاك للوعظ والإرشاد والخطب يبكي اليراع يمينا طالما ضربت به الطروس كضرب السوس بالقرب أقول حقا يراع أنت تحمله في قطعه حبه كالصار من ذرب للجيد فكر ليغنيه عن الذهب إن يحملوك على الأكتاف في خشب فإن تابوت موسى كان من خشب فذاك في اليمن ألقوه وأنت على الأكتاف بالنب والتزفار والنحب يا باقرا طاب قبرا أنت ساكنه واحتال منه الثرى كالعنبر الرطب يا قبر فزت بجسم روحه صعدت لله أنتم هم دون ما شك وهم حملوا ما كان عيشهم من أجله نكدا ألحملونا ورب العرش يسعفكم حتى ولو نلتم من أجلنا كمدا أنتم شهود علينا حين يجمعنا يوم الحساب فكونوا خيرة شهداء والسلام عليكم مذ أعلن النبأ المذياع ليلته ينعاه للشعب أهل الشعب قد وجموا إن المقدس في البحرين باقرنا ذاق الحمام وللتشييع مذ علموا للمسجد المؤمن المعروف مذ طلعت شمس النهار له بالحزن قد قدموا حتى تكدست الأشراف محدقة قرب الفقير وحول النعش قد جثموا فوق المنارة داعي الحزن ينجبه ومعلنا بسننا في ذكره التزموا نصب الفواتح في كل البلاد له إلى الثواب له القرآن تختتموا تصيخ طورا إلى الناعي ونسبته وتارة ذكره بالخير بينهم حتى إذا بدأ التهليل وارتفعت إلى السماء لها الأصوات تقتحم منكبا على المطالعة لا يسأم عما بلغ فيه من الضعف والمرض مبلغ وهذا شيء قد حبر وسطر في كتبه إلى أيامه الأخيرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى في هذه الحياة وفي تلك الحياة سعيه سوف يرى السعي الدؤوب يرى في هذه الحياة لأن الحياة منقطعة هذه مرحلة من مراحل الحياة المنقطعة يريد أن يصله بشيء في هذه الحياة يصله بشيء منقطع لكن الجزاء الأوفى الغير المنقطع في تلك الحياة غير مجدود عطاء غير مجدود يعني غير منقطع عدولا عن الكلمة التي كنت مذنعا إلقاءها نظرا لضيق الوقت حاولت أن أقدم الشكر لكم في سعيكم هذا نكتب ما قدموا وآثارهم القرآن الكريم يقول حضور في هذا الحفل التأبيني بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة الراحل العظيم وأسأله تعالى أن لا يريكم مكروها وأن يجزل لنا ولكم الأجر في هذا الفادح ويعوضنا جميعا عن فقيدنا العزيز خير عوض وليس غريبا منكم أيها الإخوة المؤمنون أن تشاطرون الحزن وتواسونا في المصاب وتبذلون مثل هذه الجهود المشكورة التي بذلتموها فإنكم تعرفون حق المعرفة لفقيد العلم تعرفون ما لفقيد العلم والفقه من حق وتؤمنون كل الإيمان بما للعالم من فضل وحق
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وتدركون أن للفقيد العزيز الذي هو في الطليعة من حملة العلم والشريعة له حق الوالد على أبنائه، وحيث وقد تخرج من مدرسته علماء فاضل لهم دورهم الرسالي في هذه الحياة، ومنهم من حضر معنا في هذا الحفل. فباسم الأسرة أتقدم لكم جميعا بالشكر الجزيل على تفضلكم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله. ثانية.